طب تعال نشوف أسرتك بتقول عنك إيه ونرجع تاني كده ناخد أسئلة سريعة. تمام. اولا في بدايه انا لا اهلاويه ولا زملكاويه ولا كنت اعرف الكوره خالص، فلما تقدم لي لقيته بقى دمه خفيف وبتاع وكده فوافقت عليه. ف كان طيب وامير وكويس، وبعدين ما شاء الله بدا في التدريب في الاول، بعد كده ما شاء الله كان مدرب لعيب كويس جدا، كانوا حتى مسمينه الجوكر. وبعد كده بدا في التدريب، دخل في التدريب، كان هو متدين، وكان يعني يمكن بفضل الله يعني دينه هو اللي خلاه برضو ايه يوصل للي هو فيه ده. الحمد لله كان مدرب كويس وناجح، والحمد لله ده التوفيق من عند ربنا، يعني اكيد ربنا قدرني يعني الحمد لله وكده. وبعدين ما كنتش بحمله فوق طاقته، لان هو كان برضو عنده حمل كبير يعني، فكان دايما بيسافر باستمرار وكده. فالحمد لله التوفيق من عند ربنا، هو ربنا سبحان الله هو ربنا الولاد يعني الحمد لله بفضل الله. كانوا الحمد لله بيحفظوا قرآن وكانوا كويسين وكانوا بيلعبوا كورة يعني برضو، لا لا يعني الرياضة برضو حلوة للشباب والأطفال وكده يعني. برضو هو كان بيحب اللعب جدا يعني، كان نفسيا كان ما كانش عاوز يقعد، لدرجة أنه كان راح عمان مرة ولعب فترة، بس برضو كان اما لعب في بدا بقى يخش في الكارير بتاع التدريب دوت، بقى مدرب كويس ونجح ومسك لوحده والحمد لله بفضل الله كان ناجح جدا. وانا كنت متابعه، انا ما كنتش بحب في كوره خالص، بس انا كنت متابعاه يعني، كان يعني لدرجه انا اقول انت في يعني موقفكم السادس، موقفكم ال11، طب ليه، طب احنا لو كسبنا كذا هيبقى كذا. هي دي حاجه طبيعيه طبعا يعني، لما يخسر ماتش احنا كلنا كنا بنبقى متضايقين يعني، كلنا كنا بنبقى متضايقين ان هو خسران الماتش يعني وكده. غير هو كان الحمد لله كان متدين، وكان يعني عارف ان ده قضاء ربنا خلاص يعني، جايز خيرها في غيرها، مش ربنا مش رايده هنعمل ايه، ربنا مش رايده، هو كان بيقتنع بكده برضو يعني. بس مهما يعني انا كنت بتكلم وكل حاجه، بس هو برضو كان قراراته برضو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فكان الحمد لله كان متدين وكويس، وكان يعني بيرضى بقضاء ربنا يعني كله خير. بقول له ربنا يا رب يديله الصحة ويخليه لينا ويخليه لأولاده ويحسن عمله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فيا رب كده يديله الصحة كده ويخليه لأولاده كده، خليه لينا جميعا كده يا رب كده إن شاء الله. هتقول إيه بقى نصك الحلو التاني؟ والله يا كابتن مصطفى مهما قلت مش هوفيها حقها، لان طبعا انت عارف احنا في كلاعب الكوره كنا متغربين طبعا، وحتى في التدريب جوه مصر كنت متغرب، مره في السويس، مره في دمياط، مره في هنا، مره هنا. فبصراحه يعني مهما قلت مش هوفيها حقها، لانها هي اللي ربت ولادي وهي اللي شالت الحمل كله، ساعدتني كتير جدا جدا عشان اتفرغ للتدريب واتفرغ للعب وده كله. فانا يعني ربنا يديها الصحه ويخليها ليا امين يا رب، ويعني كل احترام ليها والله. طيب احنا عندنا بعض التقارير كده برضو السريعه لاولادك ومراتاتهم، هنشوف هيقولوا ايه. طبعا لاحمد وزوجته ياسمين، وبعد كده عندنا ساره وروان، هيقولوا ايه محمد عامر هيرد عليهم يقول لهم ايه. اتفضل. اولا انا شفته في الفيديوهات، يعني هي كل اللي انا شفته للكابتن بيلعب فيديوهات، بس انا بقى بلعب معاه دلوقتي كوره حريف بدرجه ما شاء الله عليه. تمام. انا طبعا انا مهما اتكلمت عن الكابتن عامر مش هديله حقه، هو اب صديق واخ ليا اكبر، هو دلوقتي احنا اصحاب جدا، بنروح نلعب مع بعض كوره، طبعا انا بكسبه، انا بلعب ضده وانا اللي بكسبه على طول. كابتن عامر بقى يعني علمني حاجات كتيرة جدا في حياتي، علمني ازاي ابقى راجل اعتمد على نفسي. انا رحت النادي الاهلي اختبرت، ما كانش حد يعرف ان انا ابن محمد عامر، وهو كان في اللجنة. تاني حاجة هو علمني ازاي ابقى صاحبه، علمني ازاي ابقى راجل، علمني ازاي ابقى جدع مع الناس، علمني ازاي اسامح اي حد يعمل لي حاجة وحشة انا ازاي اسامحه، علمني حاجات كتيرة مهما عملت مش هقدر يعني اديله حقه فعلا. انا بقول له انا بشكرك على كل حاجه انت عملتها في حياتي،
وبشكر ربنا ان هو بعت لي هديه من السماء ان انت تبقى بابايا وحبيبي واخويا وانا بصراحه مهما شكرت عمري ما هدي لك حقك. ربنا يخليك لينا كابتن عامر ودايما شايفك احسن واحد في الدنيا كلها. هو مش بعتبره والد زوجي خالص صراحه، هو فعلا يعني من ساعه ما اتجوزنا انا واحمد وهو زي باباي بالظبط. عمري ما حسيت خالص ان انا في بيت غريب ولا مع ناس غراب ولا اي حاجه خالص، فبيعملني زي بناته الاثنين، بيعملني كاني واحده منهم من زمان، عارفهم من زمان. يعني انا بابايا توفى قريب، ما مش يعني طبعا فراق بابايا صعب، بس برضو حاسه ان ده الحاجه الوحيده ان هي ايه مهونه عليا فراق بابايا. فهو يعني اسلوبه معايا، تعامله معايا، عمره في حياته ما قال لي كلمه ضايقتني، كلامه كله طيب، طيب قوي في تعاملاته، كلامه كله حنين قوي. يعني دايما بقول للناس يعني صدق اللي قال عليه الخلوق محمد عامر، فعلا هو خلوق في تصرفاته وفي كلامه وفي تعاملاته معايا ومع الناس، يعني حتى مع ابسط الناس في الشارع هو فعلا الخلوق. يعني هقول له ربنا يخليه لينا ويبارك في صحته وفي عمره ويفضل دايما كده محسسنا كلنا ان احنا ولاده. ويعني هي بصراحه احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يبقى ليه عيله تانية زي عيلة كابتن محمد. بابا ما شاء الله عليه كان حنين جدا جدا علينا، وانا حضرته على فكره وهو بيدرب، طبعا ما شفتش وهو بيلعب بس حضرته وهو بيدرب، كنا معاه في رحله كفاح وفي التدريب، بس يعني كنا بنشجعه جدا، وكان طبعا كنا بنستنى ماتشات وخاصه الاهلي والزمالك لما كان بيلعب الاهلي والزمالك كنا بنتفرج عليها، وكانت ماما تقول لنا المواعيد لو كان عندنا دروس ولا حاجه كنا بنستناها، ولا وكنا بنشجعه يعني. وانا صغيره كان سايب لي القرار، انا اللي كنت باخد القرارات كلها سواء في الكليه او سواء في جوازي او اي حاجه. بس لما كبرت وابتديت اشتغل هو كان بيدعمني جدا، هو بابا يعني انا بشتغل في فنون بعمل حاجات فنيه، بابا ما شاء الله عنده حس فني فبيدعمني جدا، حتى هو عمل لي ورشه تحت، يعني كان هو شاطر حتى في الفنون كمان. حابه اقول له ربنا يخليك لينا يا رب ان شاء الله، ويبارك لنا فيك كده يا رب، ودايما في وسطنا ودايما داعمنا، وان شاء الله تشوف زياد لعيب كبير باذن الله، وربنا يبارك لنا فيك. هو بابا شخص جميل جدا كده وطيب، و علاقتي معاه يعني والكلام معاه سلس، لما بحكي له حاجه او كده بيسمعني الصراحه. هو بابا بيدينا نصايح دايما على طول، بس دايما بيبقى فيه بوينت كده بيسيب لنا القرار احنا اللي نقرره، بس بيبقى فيه نصايح كتير بيدعمنا الصراحه في كل حاجه. هو في البيت بابا طيب قوي الصراحه، بس يعني وعصبي سنه مش مهم، بس هو طيب جدا معانا وحنين جدا وعلى طول بيسمع لنا، يعني مش من الاشخاص اللي مش بتسمع لنا لا خالص، بالعكس. ازيك يا بابا؟ انا مش هقول غير بحبك وربنا يطول في عمرك. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك. عاوز تقول لهم انت بقى كده سريع كده؟ والله يعني ربنا يبارك لنا فيهم يا مصطفى، لان طبعا احسن يعني اكتر حد عايز يبقى احسن منك هم اولادك طبعا، فربنا يبارك لنا فيهم ويعني ويسترنا بقى في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. امين يا رب، طلعنا منها بس على خير ان شاء الله. ان شاء الله. احنا عندنا تقرير كده للاحفاد كلهم مع بعض كده هنشوفه، ونرجع عندنا بقى الاسئله السريعه عشان نختم بيها. تمام. احنا طولنا عليك. لا ده انا معاك للفجر. مش هتلعب بالشمس النهارده؟ لا خلاص انت كده ضيعت اليوم. خلاص بقى يجي يوم تاني بقى. اتفضل يا احمد. جدي كابتن محمد عامر انا بحبه جدا، بحب اتفرج على فيديوهات ليه، وانا يعني ما حدش يعني بيخليني انا اللي بحب اللي بتفرج على فيديوهات ليه، عشان طبعا اتفرجتش عليه ولا عمري شفته بيلعب وكده، بس لما بتفرج على فيديوهات ليه يعني بشوف ان انا بحب لعبه جدا، وبحبه كجدي، انا بحبه كشخصيه وبحبه جدا يعني الصراحه، وبعزه. بينصحني دايما ان انا لازم اركز في كورتي ولازم ابقى مركز، ما افقدش تركيزي دايما، ولازم ان انا كمان ابقى
عشان انا ساعات يعني ببقى مركز في حاجات تانية. كلعبه الصراحه بيفكرني براشفورد. انا شايف ان هو يعني لعبه شبيه منه، عشان جده كان ساعات بيلعب جناح وساعات بيلعب وينج وكده، فيعني انا بحب لعبه جدا. واتفرجت على يعني اتفرجت على كذا فيديو ليه، الفيديوهات المشهوره وكده اللي بتنزل كده اتفرجت على كتير يعني، وانا شايف ان لعبه ما شاء الله، وانا شايف ان في شبه مني يعني جامد يعني، واخد منه جينات. مش هقول كلام كتير عشان مهما اتكلمت مش هقدر اقول انا بحبه قد ايه، وانا بحبه جدا جدي وماما حصل، واحب نصايحه، وبحب انا بيتكلم معايا، وبحب اتكلم معاه جدا، وبحب اقعد معاه. انا بحبه، بس انا عمري ما شفته اصلا بيلعب، انا بس بشوفه ساعات في التلفزيون. وطيب ما شاء الله والحمد لله ان رزقني بجد جميل قوي، بحب جده جدا، وما شاء الله بيجيب لي حاجات كتيره. وهو طيب جدا، وهو طيب جدا. بتلعب معاهم كل يوم طبعا؟ على طول، ما سيبهمش. انا قاعدين في بيت واحد ما شاء الله. انا عامل فيلا ليا يعني بسلم داخلي وكده، واحمد في قاعد في دور، ومحمود قاعد في دور. ربنا يجمعكم. ساره بقى في اكتوبر مع جوزها وكدا. في اكتوبر ربنا يجمعكم كده على الخير، وتشوفهم كلهم كده في احسن صحه واحسن حال.